نزق النقط. هكذا نساء النوط. اش غندير اليوم؟ غندير واحد الصلاط مع الصلد. نحيد الطون، غنسقطرو في هاد الشبيكة باش ميبقاش فيه داك الزيت. من بعد ما ناخدو غير شي شوية باش نخلطو. شوف الطريقة ديالي كيفاش كندير ليه. نديرو في هاد الشبكة كلو مزيان باش نحيد داك الزيوتات. فوالا هاكا كيفاش هنا كنسلق كنسلق لي بات باش نديرها مع السلطة. كيبان ليكم الطون الضرا تايه ديرها فوق منه باش يحيد داك الماء ديالها. الفطور ما كاينينش الضرا نديرها فوق هاد الشبيكه اللي ديجا فيها الطون كيتسطر. ماشي مشكل شوفو الضرا، شوفو لي بات واش تسلقات. نديرها في هاد الكسكاس نتبوت عندي كبير هنايا، عندي ديك الشبكة الأخرى صغيرة. فوالا هادشي سخون. غادي نحطو هنا هاد الماء تنخوي الليمون شتوه سن نساري ونعصر من بعد. كيبان ليكم ها هو سقطر. هادي لي بات باش تعيطو ليها هادي ديال الفيس ياك. نخلطوها. هذا راه ديجا درنا فيه الطون والضرا، صفيناهم من الزيت والضرا من الماء ونخويوه. تحيد هاد السخونية عاد نديرو البرد شي شويش ضروري برد. عندي شوية د لاموطار الملح راه ديجا درتو. بزار حسابة هدا الزيت ديال الطون غنخويو واحد شي شوية باش نبننو بيه. صافي بركة. و المايونيز نزيد واحد شوية د البزار هيرا. كنبانش ليكم هاد التصوير و معرفتش كندير ليه يعني. من بعد نقادو التصوير دابا دابا نخلطو. يجي غزال الدسير لي صايبت البارح باقي ليا تا هو غادي نزيدو مع الفطور. سخونية سخونية سخونية. يبغي تخلط مزيان نديرو في الثلاجة يبرد. نقلب ليكم ان شاء الله.
في الثوم والطرام والمايونيز الجزال وخفيف ندير هذا نكملو جل ليمون. ما كنبغيش نطول لكم الفيديو باش ما يجيكمش المال ديك الشخري الضريف ايه سكرت هذا الماء هذا ديال الطون اللي شاطنيه الاولي كما قلت لكم كتعرفوا ما كياكلش ديال الطون مره شحال ولكن كيعجبو الماء. الزيت الزيت ديال الطون هذا نخليه ليه تيفيق من النعاس واخا كلا الدجاج كيعجبو يكرمو شويه هذا السكر هادشي وزيد هاد الليمون فيه دوك حمرين شتوهم سد الكوزينة أنا على الشعر باش ما يقطعش عسير سخونة 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 نشوف زيت الضبطة باغي ندير الصينية ديال الحوت اليوم قلت البارح مي ما قديتش نوض فقس مع الطلا نكمل هاد الليمون وهنا معاكم من نعصرو مع المونك فوالا ها المونك هالمونك اللي نديرو مع الليمون عارفينو كيجي زوين وحدة اللي بقات لي من البارح نزيدها شوفوا لولي قلت لكم كتعجبو الزيت هو فوق لقاها الزيت ديال الطون انت حوش اللي صور صافي لولي ياكل في خاطرك هو عارف البالكو دوت زكام تحت الزربية يقلب من يخرج شفت ستيك يا ربيع وفيه التومة ديال العدن بطبيعة الحال درتهم بلا زيت
نوريكم. تعليم ها هو طوب لذيذ، قالوا غير يتحمر شويه. مشرمن كيجي غزال مع السلطة، نسدو عليه قبل ما يتحمر. وتقريبا راه طاب، خصو يتحمر شي شويه. يجي زوين محمر فوالا. صحة فطوركم، متنساوش لايك للفيديو بطبيعة الحال إلا عجبكم. نقلب هادو